السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد هاني مجلة ديزاين جايد. زي ما عودناكم في أسك أس إن حضرتك بتبعت لي أي سؤال خاص بالجرافيك، خاص بالديزاين، خاص بالطباعة، خاص بريبريس، أي حاجة أنت عايزها ابعتها لنا إن شاء الله ونجاوب حضرتك في أسرع وقت والطريقة الصحيحة إن شاء الله. السؤال اللي جانا النهاردة مساء النور، عايز أوحد خط الفوت نوت على الإنديزاين، ولو ينفع أعمل أقواس فوق الكلمة. اعتقد ان هو سؤاله لو احنا في النصح ان هو عنده نص معين، اعتقد زي كده اعتقد يعني، وعايز يضيف له طيب فوت نوت تحت. إحصائيات مش عارف ايه، إحصائيات من جوجل. طيب دلوقتي لو انت عايز تغير في الشكل، تغير في اي حاجة في الفوت نوت، انت بتعمل في الباراجراف اللي انا عايزه وبقول له اعملها يمين، نيو، خليه فوت نوت، ده البيزك بتاعي 12، خليه 11، رايت اوكي، تيبل باراجراف، اي حاجة عايز تعملها فيها، عايز تغير لونه خليه يبقى يبدأ بنقطة، شاركتر لاير خليه ماجنتا، اوكي ده الفوت نوت بتاعنا والواحد فوق بتاعه. فانا بقول له من type document footnote option، بقول له زود لي هنا، شوفه فوق، شايف الواحد هنا من prefix، بزود له قوس يمين وقوس شمال عشان يبقى لي اقواس. فبقول له البيزك باراجراف، اختار لي الفوت نوت اللي احنا اخترناها دلوقتي وقول له اوكي. لو جيت ضفت اي فوت نوت جديد، طيب انسيرت فوت نوت، اوريدي اداني اتنين باقواس، الكلام بنفس الفونت ماجنتا، بس اعتقد ده اللي هو كان عايزه، ان هو يعمل اقواس وان هو ممكن يكون عايز يوحد حاجه في الفوت نوت تحت. انت في الباراجراف ستايل بتغيره، ولو حابب برضو في الكاركتر ستايل برضو بتضيف هنا اي فوت نوت، اي اوبشن عايز تضيفها هنا، وتروح على دوكومنت فوت نوت وتحط في كاركتر ستايل الستايل اللي انت عايزه برضو. ده ببساطه موضوع الفوت نوت، واتمنى اكون فهمنا السؤال صح.